خلينا نستضيف معنا على الهاتف المحامي الشهير الأستاذ محمد حسن المحامي، صديقنا العزيز أستاذ محمد حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نجم. شكرا لوقت حضرتك معنا يا أستاذ محمد. لا أنا تحت أمر سعادتك وتحت أمر السادة المشاهدين لمعاليك. حضرتك الجميلة نصر بيه. طيب محمد بيه لك الكلمة. ماذا بعد الحكم شهر، وما هي تفاصيل والكواليس القانونية وتبعيات هذا الحكم على رئيس نادي الزمالك؟ طيب حضرتك بدأت بسؤال في البداية، قلت هذا الحكم اللي هو اللي صدر بجلسة اليوم، هل هذا الحكم يلغي إيقاف تنفيذ الحكم السابق اللي هو بمدة سنة؟ بقول لحضرتك لا. اللي احنا بنتكلم قانون بعد اذن حضرتك، فانا الامر واضح وصريح. نص الماده بيقول ان ايقاف التنفيذ لمده 3 سنين يلغى في حاله اذا تم صدور حكم اكثر من 30 يوم، اكثر من شهر. الحكم النهارده بشهر. تمام. فما يلغيش ايقاف التنفيذ بالنسبه للسنه اللي موقوفه حاليا. تمام. ولكن وفقا ونصوص المواد، نص الماده صريح ولا اجتهاد مع النص. تمام. نص الماده 56 من قانون العقوبات بينص، انا بعتها لحضرتك موجوده عند حضرتك دلوقتي على الواتس، تقدر حضرتك تقراها او اقراها لحضرتك. اتفضل يا فندم. سمحت لي الناس. اتفضل. قالت ايه نص الماده؟ ان يجوز الغاء هذا الايقاف، ماشي، اذا ظهر خلال هذه المده ان المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقره السابقه ولم تكن المحكمه قد علمت به. يعني حضرتك النهارده الجريمه المعاقب عليها الجرم اللي حصل النهارده جريمه سب وقصف. تمام؟ تمام. طيب هل صدر النهارده حكم سابق او لاحق؟ اقول لحضرتك الحكم السنه اللي عدت، بس مشروطه بايه؟ بشهر، بيكون الحكم اكبر بشهر. ولكن بقى هنا قال ايه برضو؟ قال لك حكم سابق او لاحق. طب احنا النهارده مصر كلها على علم بان المتهم تم سبق قبل كده الحكم عليه في حكم بتاع المرحوم المستشار سيد نوفل في قضيه سب وقذف بنفس ذات مواد الاتهام، وهذا الحكم تم تنفيذه وكان مدته 3 سنين. بالتالي اصبحت هنا ماده العود حصلت ووجوبي ان هو يتم تقديم طلب فورا كان، لان المحكمه لم يصل لها العلم زي ما قالت النص الماده. لو علمت المحكمه بقى نعمل ايه؟ يتقدم بطلب مشفوعا به صوره من الحكم المنفذ للشار الجليل النائب العام، يقوم بدوره باحاله هذا الامر الى المحكمه ذات المحكمه مصدره الحكم بالايقاف لالغاء الايقاف، واصبح الحكم هنا واجب النفاذ ايضا بمده السنه بناء على الحكم بتاع السيد المستشار رحمه الله عليه. طيب جاءني الان يا جاءني يا فندم وانت بتتكلم معايا، جاءني وانت بتتكلم معانا الاف بتتابعنا، جاءني الاتي ان محامي الكابتن محمود الخطيب الأستاذ محمد عثمان سيتقدم سيتقدم بكل ما يلزم إلى المحكمة المختصة بشأن إخطارها بأنه سبق وأن تم الحكم على السيد المحترم مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك في قضية المستشار سيد نوفل بحبسه لمدة 3 سنوات، ثم بعد ذلك تم تخفيض الحكم لسنة وتم تنفيذ العقوبة، وبناء عليه طبقا لنص المادة اللي حضرتك بتتكلم عنها
55 و56 و57 بيأكد صحة هذا الكلام. ما دلوقتي حضرتك انا بس بقول الخبر العاجل اللي جاني. الخبر الخبر العاجل اللي جاني انه محامي الكابتن محمود الخطيب سيطالب بتنفيذ حكم الحبس سنه استنادا على حبس مرتضى منصور قبل ذلك في قضيه القاضي الجليل المرحوم سيد نوفل. واسمح لي قبل ما تكمل اقرا للناس نص الماده 56. يصدر الامر بايقاف تنفيذ العقوبه لمده 3 سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ويجوز إلغاءه في الآتي: أولا، إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكما بالحبس أكثر من شهر على فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده. ثانيا، إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة على علم به. اتفضل اشرح لنا البندين مرة تانية يا فندم. حضرتك النص في المادة واضح وصريح. البند الأول اللي حضرتك ذكرته دلوقتي فيه كام شرط؟ شرطين. عندك أدي شرط، اتنين، تلاتة. تمام. الشرط الأول قال لك إيه؟ عشان يلغي الحكم دون لابد إن الحكم يكون أكتر من شهر. تمام. شهر رحمة الله عليه أكتر من شهر. تمام. تلات. ارتكبه قبل الأمر. تمام. الإيقاف. تمام. الحكم دون صادق ما حددش هنا بقى مدة. ما قالش قد إيه. المهم إن ياتش يكون هو عنده الحكم ده من 20 سنة. المهم إن حصل إيه؟ الجرم ذات الجرم. بعد كده المادة قالت إيه؟ نفس ذات الفقرة في سيرة ذات النصوص. كالنصوص المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يعني نفس مواد الاتهام تكون هي اللي انا تعاقبت عليها والجريمة السابقة كانت سب وقصف. الأستاذ محمد عثمان كان أثناء البث مع أحد السادة المحترمين في بث الظهرية كان هيستند للحكم بتاع النهاردة. لا، فانا يعني نوهت واتكلمت معاه سابقا ونزلت هذا الكلام على صفحتي وقلت ان الحكم اللي نستند ليه لتنفيذ هذا الحكم، لان انا بتكلم قانون ماليش دعوه بحته اهلي وزمالك، انا بتكلم قانون، لان يعني الكل طفح فينا. طب هناك سؤال مهم يا محمد بيه. الاستاذ مرتضى منصور برضه كان نديله حقه عشان نبقى لا شماته ونتقي الله في شغلنا. عمل رد اعتبار بعد 6 سنين من الحكم بتاع حبسه في قضيه المستشار سيد نوفل، وبناء عليها خد براءة ذمه ودخل مجلس النواب. تمام سعادتك، بس الحكم موجود ولا مش موجود؟ ما انا بسالك انت قانونا، انت المحامي. هو يعد سابقه ويا باشا، ما هو ده بيعد سابقه في القانون عندك. بيقول ايه؟ الكلام واضح، ما جابش سيره ان انا النهارده في عود ولا لا. لا، في عود قبل الاعتبار ده عشان يبقى الحكم عشان يقدر يمارس حياته العاديه. اما وان عاد وارتكب نفس الجرم مره تانية وصدر ضده حكم بالايقاف، فوجب هنا ان هذا الحكم عند تقديمه للمحكمه، المحكمه في ايه؟ تلغي الايقاف. تمام، على مسؤوليه حضرتك. الاعتبار هنا لممارسه الحياه العاديه. بس يا فندم. اما وانه تم ارتكاب الجرم مره ثانيه وثالثه فاصبح هنا في عود. عامة أنا لا أفهم في القانون وهذا الكلام على مسؤوليتك. أنا ما أفهمه. الكلام على يا أستاذ عبد الناصر، الكلام على مسؤولية نصوص المواد. لا لا، ما أقصدش ما أقصدش يا محمد بيه المسؤولية الجنائية، أقصد الفهم على مسؤوليتك، لأن أنا ما أفهمش في القانون. أنا تحت أمرك. وأنا تحت أمرك. الحكم الصادر دلوقتي يعني مختلف تماما. والحكم الإيقاف 3 سنين على ما أنا فهمت إنه إذا زاد عن شهر،
وبعد كده في نص تاني كمان قال لك فيما هو آتي مستقبلا، فهنا في لا شرط. عايز افهم حضرتك ايه سابق، سابق او لاحق. حضرتك ارجع لها تاني في البند الاول في نص الماده 56 قال ايه؟ اكتر من شهر على فعل ارتكب اهو، قبل الامر بالايقاف او بعده. ايقاف او بعده. وما حددش مده. لو حتى ولو حصل هذا، واخد بالك؟ وبعدين ما تنساش برضه ان الاستاذ محمد عثمان مش حد، مش محامي، مش قليل. انا اللي اعرفه ان الاستاذ محمد عثمان سيبذل ان شاء الله. وباكد صحه الكلام بتاعي حضرتك، اللي الكلام اللي حضرتك اثبته دلوقتي، ان الاستاذ محمد عثمان اصدر بيان دلوقتي بانه هيتقدم بكره باوراقه. السيد النائب العام، النائب العام بيحيل الامر للمحكمه، المحكمه ذات المحكمه اللي اصدرت ذات الحكم. بالطبع ليتم الغاء هذا الايقاف. تمام، طيب. طب هل لديك اي تعقيب ثاني؟ اللي عندي وانا تحت امر حضرتك، لو في اي استفسار او اي سؤال انا جاهز ليه. طيب يا جماعه، انا حبيت ان انا اوضح النقطه دي، لان النقطه دي جوهريه جدا، تمام، وتم فحصها وبحثها. طب في سؤال جوهري يا فندم، هل الاحكام الصادره بالغرامات بالغرامات تعتبر ادانه من شانها انها تفيد الخطيب ومحاميه؟ لا، دي بتكون بقى بتاخد شق مدني فيما بعد، بترفع دعوى تعويض عما اصابه من اضرار ماديه ومعنويه، وبيقدرها الاستاذ محمد عثمان، بيقدر القيمه اللي ترضيه، تمام، والمحكمه وشانها في اصدار حكم التعويض. لا قصدي لو يهمني بس يا استاذ عبد الناصر، انا في حته استأت منها جدا جدا جدا، وكان فيها استهانه، ويؤسفني ان في انا من المفروض ان هو لغايه النهارده كان راجل قانون، واخد بال حضرتك؟ اكد في كل حديث ليه، في كل كلمه بيقولها، انا بايد السيد المستشار النائب العام، واحنا القضاء قضاءنا شامخ، وهو يعي هذا، واحنا قضاءنا بالفعل قضاء شامخ، تمام. ما يصحش يا استاذ انت عشان النهارده صدر ضدك حكم تطلع النهارده تستهين بالدوله وبقضاتها، وتقول لهم انا مش فاضلكم، وتتصور وتعمل فيديو مع احد الفنانين وتقول لي انا مش فاضلكم، لما فاضلكم ابقى اجي لكم. لا، عيب. مصر مش صغيره، قضاء مصر قضاء شامخ، بتنفذ ان احنا في دولة قانون. ما ينفعش الاستهانة بقضاء مصر ولا بداخلية مصر. لا، خليني بس هنا اقول تاني، حضرتك الاستاذ محمد حسن المحامي يرد على ظهور الاستاذ مرتضى منصور وهو بيلعب بينج بونج بعد صدور الحكم. اتمحت عنه لقب الاستاذ النهارده لان بقى متهم. معلش، زي استاذنك انا علي حضرتك، المتهم النهارده استهان، هذا المتهم استهان بقوه مصر وقضاء مصر، يطلع يقول لهم انا لما افضلكم هبقى اجي لكم. ده كلام يعني ونازل على صفحته، وصفحته موثقه، مش اي حد بيكتب. ما ينفعش يتقال هنا ادمن، ولو الادمن انت، والادمن تتحس ان انت مسؤول عن اعمال تبعك. اه يا جماعه، اللقطه ما ينفعش، عيب. هي اللقطه مصر مش صغيره، الاستاذ مرتضى مصر مش قليله، الاستاذ مرتضى منصور بيلعب بينج بونج مع الاستاذ شريف حسين القائم باعمال المدير التنفيذي، وزي ما انتم شايفين، وده كان اول رد فعل من الاستاذ مرتضى منصور على الحكم الصادر بحبسه شهر. اهو قدامكم اهي. التعليق اللي محطوط ده بيقول ايه يا استاذ عبد الناصر على الفيديو؟ التعليق بيقول ايه؟ لما افضلكم انا مش فاضلكم، لما افضلكم هبقى اجيلكم. دي نقطة، انت كده برضه سبق قبل كده وطعن في قضاء مصر الشريف الشامخ، تمام؟
لما بيطلع ويقول انا تم تزويري بنتيجة الانتخابات وانا طلبت في الانتخابات بفعل فاعل. الاشراف القضائي ما ينفعش يزور ولا تطلع تتهمه بالتزوير يا متهم. تمام يا استاذ محمد، الو، تمام، سامعك يا فندم. اهو يا جماعه، ده ثانية اول رد فعل من الاستاذ مرتضى منصور بعد الحكم عليه لمده شهر، زي ما انتم شايفين بيلعب بينجو بونج، وعلق كما قال لنا الاستاذ محمد اسد المحامي: لما افضلكم باجي لكم. الفيديو ده النهارده يا جماعه، الفيديو ده النهارده، ده من ساعه حضرتك، الفيديو ده النهارده بس للتعقيب للناس. تمام، بيتحدى بيه الدولة، تمام، بيتحدى بيه القضاء، بيتحدى بيه إدارة التنفيذ لما يبقى يفضى. بس أنا عايز أفكره بحاجة. اتفضل. فكره بحاجة، الفيديو موجود لسه على اليوتيوب. لما جه تم القبض عليك ورحت استخبيت عند جوز بنتك، ها، وطلعت تقول أنا ما عملتش حاجة يا بيه، هيتكرر معاك وهينزل لك الفيديو ده تاني النهارده. انت اسأت للدولة المصرية، اسأت من لقب محامي، ويؤسفني بكل اسف بكل اسف، بس الحمد لله النهاردة لازم يعني من لا يلقب غير بالمتهم الى ان يقضي الله امر. ده كان مبدي. وما تنساش حضرتك على فكرة النهاردة في ثلاث قضايا تانيين النهاردة تمت احالتهم للمحكمة. ايه هم الثلاث قضايا؟ ايه هم الثلاث قضايا برضه بسب وقطش وتم التحقيق فيهم اللي ضد الفيديو، ضد منهم الفيديو اللي قال ان ما فيهاش راجل، مصر ما فيهاش رجاله، ده تم احالتهم دول. تم تحريك الثلاث قضايا اليوم النهارده، وده سرق بقى لحضرتك وعلى مسؤوليتي انا. النهارده بعد ما اتسال في ذكيها وتم التحقيق فيها مع المدعو خالد الغندور وطارق يحيى ومحمد المعد بتاع القناه، كلهم تنفروا وقال لك ورموا المسؤوليه على القناه. قال لك دخوله ما تقدرش، ده كلام مكتوب في قلب محضر بتاع التحقيقات النهارده بناء على اقواله. وتمت الاحاله النهارده للثلاث قضايا والثلاث احكام ان شاء الله، ان شاء الله مع القضيه الجديده هنبشرك باحكام جديده برضه ان شاء الله، واخد بالك؟ ولعل وعسى تكون بدايه. طب قبل ما اسيبك يا استاذ محمد، ردك على خالد الغندور ظهر في قناه الزمالك يسخر من الحكم بقوله ان وصف الحكم ببروبوجندا، يعني قال ان الحكم ده بروبوجندا، ودي يعني ده لفظ يكاد يكون إساءة للقضاء المصري. ردك على خالد الغندور واستهزاؤه بالحكم يا ست المستشار. والله أنا ما شفتهوش وما سمعتهوش، لكن لو صح هذا الكلام لابد من تقديمه فورا بطلب للنائب العام، وأنا ده يعتبر بلاغ مني دلوقتي على الهوى للسيد المستشار النائب العام بفحص هذا البلاغ فورا، وسوف أتقدم ببلاغ دلوقتي لو صح. انا دلوقتي حلقة القضاء يا استاذ عبد الناصر هو ده سند الدولة، احنا دولة قانون، ما ينفعش واحد زي ده، معلش يروح جه، يعني ده والده كان راجل مستشار رئيس محكمة. يؤسفني ان شخص زي ده النهاردة يسيء للدولة المصرية ويسيء للقضاء المصري، عيب. شكرا يا محمد بيه. انت اكتر حد اتهان من المتهم ده كنت انت، عشان تطلع تهين القضاء اللي كان رؤوا ابوك، ها، بس بكل اسف هو يستاهل اللي اتقال في حقه عشان ما عرفش يربي. شكرا يا محمد بيه. شكرا يا عبد الناصر بيه، تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين والمستمعين. شكرا جزيلا للاستاذ محمد حسن المحامي.